اهلا بيكم في فيديو جديد ولسته جديده هنتكلم فيها عن برفانات للناس اللي بتحب التوابل. لو انت بتحب التوابل يبقى البرفانات دي فيها توابل هتعجبك قوي. المهم الاول قبل ما نبتدي في الفيديو ده يا ريت لو مش عامل سبسكرايب ترز على الخنفاري واحده سبسكرايب واكتب لي تحت في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل وانصحك انك تقيم مين فيهم. دلوقتي برده الخنفاري بقى على الانستغرام والخنفاري البرفان بتاعه دلوقتي متوفر في الاسواق ممكن تطلبه عن طريق صفحه الفيسبوك. ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبتدي فيديو النهارده بالبرفان رقم 4 معايا كوم دي جارسون بلاك بيبر. البرفان ده اتكلمت عنه بالتفصيل قبل كده عملت له فيديو قبل ما تشتري من اسمه واضح المحتوى هيكون ايه. هو يعني مبني على الفلفل الاسود. لو انت بتحب نقطه الفلفل الاسود او لو بتحب التوابل بشكل عام يبقى البرفان ده من الحاجات اللي ممكن تعجبك جدا. اداؤه كويس سعره كويس الجوده بتاعته جميله جدا. البرفان ده من البرفانات اللي مش هقول لك ان هي مميزه قوي ولكن هو فيه بانش كده او يعني فيه تركيز من الفلفل الاسود ممكن يبقى مسبب لبعض الازعاج للناس اللي حواليك ولكن في المجمل البرفان جميل جدا لمحبي التوابل. نروح للبرفان رقم 4 معايا في الليسته دي معايا بينو سيلفستر. البرفان انا اتكلمت عنه زمان قبل كده وعملت له حتى يمكن قبل فيديو قبل ما تشتري من البرفانات الجميله جدا لو انت بتحب الحاجات الاولد سكول. البرفان ده قديم يمكن من الثمانينات ولا حاجه وبقاله سنين وسنين. طبعا حصل عليه شويه ريفورميليشنز على مدار السنين ولكن بشكل عام من البرفانات برضو اللي انا انصحك ان انت تجربها قبل ما تجيبها خصوصا للناس اللي يعني اللي ما تعرفوش ممكن البرفان ما يرضيش كل الاذواق ولكن من البرفانات القديمه جميلة جدا اللي انصحك بشدة ان انت تحطها في اعتبارك لو عايز حاجة فيها شوية توابل. نروح البرفان رقم 2 معايا في الليسته دي معايا اكوا دي بارما اود سبايس. البرفان ده يعني برضو الاسم بيدل على المحتوى هو فيه عود وفيه شويه توابل فلو انت بتحب الاثنين دول هتعجب قوي بالبرفان ده ولكن كل البرفانات اللي انا بتكلم عنها النهارده لا تصلح لفصل الصيف. ما ينفعش تتحط في الحر اطلاقا 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 انساها تماما وخليها بس لفصل الشتاء. ولكن اكوا دي بارما اود سبايس من البرفانات الجميله جدا لو انت بتحب السبايسي عود يبقى ممكن البرفان ده يبقى كويس ليك. انا شخصيا ما بفضلوش قوي ولكن في اجماع كبير جدا من الناس ان هم بيحبوه ولكن يعني مش مناسب ليا يعني مش مناسب لذوقي الشخصي ولكن ده من الحاجات الكويسه اللي انصحك بشده تحطها في اعتبارك. ونروح للبرفان رقم 1 معايا في الليسته دي معايا سبايس بوم من فيكتور اند رولف. طبعا الاسم برضو بيدل على المحتوى هو قنبله من التوابل. برفان تابلي جدا البرفان صارخ جدا البرفان مناسب قوي قوي لفصل الشتاء ما ينفعش تستخدمه في اي فصل غير فصل الشتاء. طبعا عندهم الفيرجن او الفلانكر اللي اسمه فريش ولكن يعني مش فاهم يعني ايه وجهه النظر ان الواحد يحط برفان في توابل في فصل الصيف ما ينفعش بالنسبه لنا ولكن ده من الحاجات الجميله جدا لفصل الشتاء من البرفانات اللي يسهل الاعتماد عليها لاي وقت واي مكان في فصل الشتاء مش هيخذلك اطلاقا وهيبقى من الحاجات الرائعه جدا اللي انت هتستمتع بكل لحظه في ارتدائها في فصل الشتاء والاجواء البارده.